مساء الخير إخوان والأخوات عبر هذا البث المباشر، باش نواصلوا المواكبة ديالنا لتطورات ملف الوباء. إذا مرحبا بالجميع، أمسية سعيدة. المهم، كيف لاحظ الجميع عندنا توقيف جديد، آلة القمع مستمرة في قمع حرية التعبير وتنوير الشعب. إذا هذه المرة شهر، دابا ما بقاش كيوقفوا عباد الله تأنهم تيخرجوا أنهم يوجهوا لهم تهم ويستدعيوهم ويديوهم عند الشرطة تسنط لهم، ولا هذا، ولا كلنا كنتوقفوا بطريقة افتراضية. أنا ملي كيسدوا لك الصفحة أنا كيدير لك السكوتش لفمك. ولكن للأسف داكشي اللي تنقولوا راه ولاو تيتقال. دابا راه شوف، اليوم منظمة الصحة العالمية أعطت الموقف ديالها في طلب فيما يخص طلب جواز التلقيح في المطارات. ما عرفاتش، ما ساقتش الخبر بأن العثماني داروا لعباد الله باش كيخرجوا من المدينة ويدخلوا المدينة في المطارات. أعطت فيه موقف، وحنا مازال مصرين على استعماله من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية. العودة إلى الحياة الطبيعية، راه تيخرج ممثل باترونا وتيقول لك كل هذيك الأخبار على التدابير الاحترازية، تخفيف التدابير الاحترازية ولا القيود الوهمية كيف كنسميها، بأن داك الشيء كاذب. سبحان الله العظيم، ولات هما كيخرجوا تيكذبوا داك الشيء اللي كانوا كيقولوا. هما ولاو تيخرجوا تيكذبوا، غدا يقولك بان اللقاح، هما عمرهم ما كانوا مع اللقاح، ويقول لكم ما تلقحوش. عفيف اللي كان ديك داير الدعايه ديال الحرب البيولوجيه والاباده في التلفزيون، تيخرج لهم تيقول بان تخفيف الاجراءات الوقائيه مجرد خبر كاذب. من البارح هو تيداول في وسائل الاعلام، وسائل الصرف ولقنوات الصرف الصحي. المهم، هذا هو الخبر اللي دابا يلا خرج. عفيف يكذب. يكذب تخفيف، يكذب خبر تخفيف القيود الوهمية. يا سلام. إذا كيفاش غنعتبروا هذا الخبر؟ غنعتبروا بأنه اعتراف بأن كاين الحرب البيولوجية؟ غنعتبروا بأنه اعتراف بأن كاين الإبادة؟ بارك مسعود. المهم، راه خاصك تكذب هذاك الآخر. باقي لك عفيف، باقي لك الحامض راه تاهو، راه خاصك تخرج تكذبو على داك الشيء اللي قال البارح في الدوزيام، وقال وضلل المغاربة بأخبار زائفة. وتيقول المثال، إذا كان الأحمق كيتكلم من أحسن العاقل يتفرج. أش قال؟ قال بأن مناعة الأطفال لن تتأثر باللقاح، بلقاحات الخردة. مناعة الأطفال لن تتأثر بلقاحات الخردة. ما فهمناش حنا كيفاش. هو يفسر هوايا. وزاد وقال، استرسل وقال بأن واخا تعطي للطفل 1000 جرعة في يوم واحد ما يطرى ليه والو. حنا بغينا غير فين، بغينا يورينا الدراسة اللي دار. وفينا هما هاد الأطفال اللي عطاهم 1000 جرعة في يوم واحد وما طرى ليهم والو. حنا راه قلنا لكم شنو هو الهدف من التلقيح، من التجربه اللي كتلقحوا عباد الله واللي كتلقحوا الدراري، اللي جريمه وخرق اخلاقي وعلمي وطبي. قبل ما نوصل الالف، وهذه هاد غير هاد الالف، ورينا فين درتي هاد التجربه، ولا فينا جريده ديال من دوك الجرائد الصفراء قريتيها في الدوزيام. هادشي اللي الدوزيام كتجيب. خبير في السياسه الصحيه، باحث ضل كاع النهار هو كيكذب على المغاربه، ولا حاسب ولا راقي. انا بعدك راه كمسؤول على اللجنه العلميه الشعبيه، انا هذا كنبلغ عليه، وانا عاوتاني كنبلغ عليه على هادشي اللي قال البارح في الدوزيام. راه الملف الصحه والوباء غير بقاو فم وما قال،
بحال الاخر اللي نقل ديك ديال قد فمي قد دراعي. عمرك ما كان قد فمك قد دراعك، غير فمك اللي مشرق اكثر من القياس الابراهيمي، ونيت راه فمك كبير. اذا انا كرئيس ولا كمنسق وطني للجنه العلميه الشعبيه كنبلغ النيابه العامه على داك التصريح اللي دار الحامض البارح في الدوزيام. هذاك التصريح اللي دار الحامض البارح في الدوزيام خاصو التحقيق، خاص يتفتح معاه تحقيق، لان ما يمكنش نبقاو نخرجوا نتلاعبوا بمعلومات عندها علاقه بملف امني اللي مرتبط بالامن تاع البلاد. اليوم الملف الامني هو صحي، اذا ما يمكنش نسمحوا بحال هذاك. واش يبقى يخرج يقول لك نعطيو 1000؟ يا سلام، عرفتيش انت يعطي 1000 جرعه؟ جيب لينا ولادك، لا عندك ولادك، واخا حنا ما يمكنش لينا كيف كنقول حنايا، حنايا عندنا بحال بحال كلشي بحال بحال، وما نسمحوش لك حتى ولادك دير لهم اللقاح بحالهم بحال ولاد الشعب. ولكن غير ورينا فين درتي هاد فين درتي هاد الجريمه، لان هنا كتصرح بجريمه. هادي راه جنايه، انك تعطي عطيتي للطفل 1000 جرعه في يوم واحد وما طرا ليه والو للمناعه، باش تحيد للمغاربه ديك الفكره اللي في عندهم في راسهم بان الجرعه الاولى ديال اللقاح كتضعف المناعه. يكون دري ولا يكون ادولت ولا يكون اللي بغى يكون. اضافه ملي كيكون عندك بالخصوص ولا بالاخص ملي كيكون عندك واحد اللقاح اللي فيه فيروس حي، والهدف غنعاود ناكدو هنا بان الهدف من التلقيح اللي كنتم مصرين ان التجربه اللي واخدين عليها الملايير هذيك راه صفقه تجاريه، لان كديروا لا سيليكسيون ديال لي فاريون. لا سيليكسيون ديال لي فاريون عند لي زونفون، لان لي زونفون سون دي بورتور دو فاريون. دونك نتوما كتعطيو الفاكسان غيدير غيحور هذيك الفاريون ديك السلاله اللي عند الطفل. الطفل اللي غادي يموت هذاك هو اللي وقعت عنده الطفره القاتله. نجيكم من الاخر، وهذاك هو اللي غتايزوليو منه السلاله القاتله. عندنا كاينين سلالات كيقتلوا، ولكن هادو اللي غادي تلقاو في الاطفال هما السلالات القاتله الخطيره علميا، لان هذا هو الهدف. كتشالونجيو لو سيستيم ايميونيتير دي زونفون، علاش؟ لانه سي لو سيستيم ايميونيتير لو بلو فور. باش تخرج وتقول للمغاربه بان واخا تعطي 1000 جرعه للطفل واحد ما عندوش، وقول لهم سير عطي خذ شي دري، خذ شي دري تكون يكون باعوا لك بواب التزام من ذوك الاباء المجرمين اللي داو ولادهم للمدارس باش يقتلوهم. بغى يقري غادي يقتلو باش يقرا، وفين دابا يقرا في المقابر. هنايا كنبغي نعاود نشير لك لديك الاستدعاء ديال شي مدرسه ديال عبد الخالق الطريس ولا شي حاجه بحال هكا اللي فيها خطا املائي، مؤسسة تعليمية غير بالطابع، ما كاينش السينياتور، كلهم ولاو كيخدموا بداك البروتوكول تاع الوزراء، أنهم كيديروا غير الطابع ما كيسينيوش، كلشي ولا عنده البروتوكول. أش يقول؟ إجبارية التلقيح، غتقولوا غيقول لك وزير التعليم بأنه هو أعطى الحق للمدراء. يديروا اللي بغاو، اللي بغى يديروا اختياري يديروا، اللي بغى يديروا اجباري يديروا. الا نشرناها حنايا ووزعناها من اجل التوعيه، وكيف كنقولوا لكم حنايا راه ماشي قلنا ولا نقول لك راه حيت قال التاجيل ديال الدخول المدرسي للفاتح اكتوبر، حنا نطالب بسنه بيضاء، ما كاين لا هذه لا ديك، سنه بيضاء نجبد التعليم عن بعد. راه القرايه راه البرامج كلها عندكم في التلفزيون في الاوردينا في الكمبيوتر. الكمبيوتر فيه جميع البرامج، علاش كتبقاو تقولوا لا خاصو حضوري ولا حضوري عنده بعد القوام ديالو؟
التعليم الحضوري وخا هو كاع دار اللقاح. بالنسبه للحياه العوده للحياه الطبيعيه ها وتحريك عجله الاقتصاد، باش غتحركوا عجله الاقتصاد؟ باش معامل اللي الباتروني ديالها تجبر اليد العامله على التلقيح، اما التلقيح ولا الطرد. خاصني غير نفكركم بان في بريطانيا، في واحد المنطقه في بريطانيا وما داروش لقاحات الخرده اللي درتو نتوما، اللقاحات القاتله اللي كديروا بها الاباده والحرب البيولوجيه. واحد المدرسه اغلبيه ديال المعلمين ديالها وطرب تربويه ما رجعوش، كلهم مرض بالفاكسين، لان داروا لهم فاكسيناسيون، كلهم تفاكسيناو خوفا من التلاميذ، الاغلبيه ديالهم ما رجعوش. اذا شنو هو هذا الهدر ديال الكفاءات؟ الهدر ديال الكفاءات. استهداف الخطة كانت هي الاستهداف ديال الثلث. صحيح راه كاين واحد الثلث ما كيصلح لوالو، الواقع يؤكد ذلك، اسمحوا لي الله غال بدك نقول هكا، كاين ثلث اللي حتى شي حاجة ما بغات تفيقو باش يعيق، ولكن حنا تنعذرو الناس اللي باقي مسيطرين على المشوشين والمشعوذين، بحال دوك اللي اليوم خارجين كيروجوا كيقول لك الطب البديل. حنا كنهضروا تنقولوا، حنا تنهضروا على اللقاح، تنقولوا اللقاح ما مزيانش، اللقاح ليس هو الحل، بل الحل في العلاج البديل. خرجوا هما داروا لك الطب البديل لتحريف النقاش، لتمييع النقاش، لتشويش على النقاش، لتطبيل للقاح. وهذوك راه معروفين صحاب الجوطيات، صحاب لي لايف ديال الكرونو، ولا صحاب لي لايف ديال ايزارو ولا سيتار، سيتار اورديناتور، لي خدعة الشعب بالديكور. هو راه جالسة في كولوار، كاينة ولا ما كايناش؟ هي تسولو واخا، رجعوا للقصة ديال مول ألف جرعة للطفل، ويتسولوا الصحفية وقالت ليه واش باقي، ويتسولوا على السلالات، هذا الحامض البارح اللي خاص النيابة العامة تباشر معاه التحقيق، لأن داكشي اللي كيدير فيه مس بالأمن تاع البلاد، فيه مس بالأمن ديال الدولة، ما كان ما كان ما كان ما كنزيدش فيه، ما تنبالغش، ما تنبالغش، ياك تلقح اختياري، ياك تلقح اختياري. لاش خارجين دايرين الدعاية؟ كاينين مسائل، كاينين مسائل أولوية عند الأولوية مقارنة. أنتم خايفين على الصحة ديال بنادم، خايفين على الصحة ديال بنادم. أنا نقول لكم فين خاصكم تمشيو إذا كنتو بصح خايفين على الصحة ديال بنادم. المهم غير باش نكملو، السؤال الصحفية سولاته قالت ليه واش ممكن أن السلالات مازال غتبان؟ قال لا ممكن، لا قال لا أكيد. الحامض كيقول لك اكيد اكيد السلالات، ولكن كان يفسر لها يقول لك علاش السلالات غادا تبقى، ولكن هو قال لها بان العالم كامل لا يعلم، العالم باسره لا يعلم ما سيحصل مستقبلا. صحيح، لان ليس بال 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 بالشخص المناسب في المكان المناسب باش تعرف العالم اش غادي يوقع ليه من بعد، ولا اش غادي يصير ليه. حنا عارفين، حنا عارفين بان اليوم عندنا، اليوم عندنا خطه، حنا اللجنه العلميه الشعبيه اليوم عندنا خطه، حنا ماشي بلا بلا غير الهضره، غير كنجريو على الباي ديالنا وعلى ها وعلى النصيب ديالنا وعلى النساب ديالنا مع ماروك فاكس. نو نو، حنا مضحيين بالوقت ديالنا، بالجهد ديالنا، بكل ما عندنا مضحيين به من اجل الوطن، من اجل المغاربه، عارفين اشنو تيخصنا نديرو في المستقبل. انت اللي ما عارفش، حيت غير سمسار وانسان تافه وانتهازي بحال الباقي الانتهازيين اللي عايشين على ظهر الوباء ويطبلونا للقاح باش يتوسطوا تا هما بالحصه ديالهم. حنا عارفين علاش العالم لا يعلم، المغرب يعلم، وكنقولوها ومعمرين بها فمنا وني فيغ، وغنثبتوها
غنثبتوها دوليا. حنا ماشي هنايا تنقمرو، اللي كيبغي يقمر كيقمر في لي كازينو. حنا هنا تنقول بان المغرب يعلم ما سيحصل مستقبلا، والمغرب يعلم الى اين سيتجه مستقبلا في ملف الوباء بفضل الكفاءات ديالو الحره، الكفاءات المهمشه، الكفاءات المحاصره، الكفاءات المحاربه. لا يعلم على حنا علاش حارقين هاد الحجره كامله، لا يعلم. حنا غير جينا قلنا لكم بناء مغرب ما بعد الكوفيد بتنزيل نموذج التنموي، هادوك اللي تيقولوا دوك الامناء اللي خارجين الذين لا يمثلون ومشي في المستوى ديال بلادنا، وغير الطريقه باش خارجين راه كتعبر، ما محتاجينش حنا نزيد داكشي اللي تفرجنا فيه راه شفناه. الشوهة اللقاءات، الشوهة ديال المشاورات، مشاورات المزاوقة والمعانقة، بقى لي يبوس لي رجلي باش يدبر عليه، راكم عارفين شكون. حنا عارفين، تيقول لك تنزيل نموذج تنماوي، تقدر عليه نموذج تنماوي تنزلو. تقدروا تنزلوا نموذج التنموي نتوما ما عندكم حتى شي اطلاع ولا اهتمام بملف الوباء. اذا عاوتاني مره اخرى ما فهمت والو ديك الخطب الملكيه، داكشي علاش ما كنشوفوش التنزيل. حنا كنا كنسحبوكم انكم كتجاهلوها، وانتوما راه انتوما عندكم عقم، عندكم عقم فكري وعجز ما كيخليكمش انكم كتفهموا داكشي اللي الخطب ديال جلاله الملك. اذا نؤكد اننا حنايا نعلم الحامض، نعلم الى اين المغرب، نعلم ماذا سيحصل، عارفين اش غادي يوقع، ونعلم متاكدين الى اين المغرب يتجه في المستقبل القريب ان شاء الله، بناء مغرب ما بعد الكوفيد. هذه الجمله التي لن يجرؤ اي مسؤول لا خارج ولا داخل احزاب انه يتلفظها. هي كتسرقوا كديروا القرصنه الافكار ديالي والاقتراحات ديالي، وسرقوا هذه الجمله. قولوها، خرجوا قولوا، بداو تقولوا مغرب ما بعد الكوفيد. بيميروا اليد وانت كدير الاباده، لو جينوسيد ديال لا مان دوفر، كدير لو جينوسيد ديال لا مان دوفر، كدير لو جينوسيد دون لي زيكول ديال لي جينيراسيون مونطونت. هادو هما الاستراتيجيات. قلنا لكم باغي نديروا البيزنس، حنا نديروا لكم البيزنس. من حنا ضد؟ حنا ماشي ضد، حنا ماشي ضد. الاستثمار، حنا ماشي ضد الرأسماليه ولا الليبراليه، نديرو معاكم هادشي كامل، ليبراليين رأسماليين نمشيو معاكم، ولكن هادشي كامل كيحترم الأخلاقيات. حنا كنعيشو في دول ليبراليه رأسماليه، كتربح الفلوس ولكن باحترام الأخلاقيات، باحترام العلم، ما كيزيدوش فيه ولا يزوروه. حتى شي واحد ما كيتجرأ يدوز في منبر ويمس بالعلم. انتوما كتدخلوا فيه وكتخرجوا، ما انتوماش هنا وما حتى شي واحد ما مسوق، وكل شي حل فمه وكل شي ما كيتفرج. نو، هذاك مس بأمن الدولة. هذوك التصريحات اللي كيديروا هذوك
التافهين هذوك الخوان هذوك العملاء. المهم باش ما نطولوش، المهم غير منين بالنسبه لكم مع دابا خرج كيقول لك التكذيب، تكذيب الاجراءات، تكذيب تخفيف الاجراءات الوهميه، جبت لكم واحد الشهاده، واحد الشهاده حقيقيه. الشهاده الحقيقيه هي بعدا منين نتوما لهنا بغيت غير نديرها بين قوسين، وهي ان مادام عندكم نتوما هذا الخوف على صحه المواطنين كيخرجوا كيقول لك بان هذاك الشيء كذوب الخبر ديال تخفيف القيود، لان ملي غادي تخفوها حنا راه عارفين الوضع الوبائي، عارفين الكوارث، عارفين الحرب البيولوجيه والاباده، واخا تبقاو تزوروا تبقاو تزوروا في الارقام، تنقصوا الارقام، ما درتوا حتى شي اجراء اللي ولا الاجراء ماشي اجراء، الاجراء اللي من شانه على الاقل توقيف التحور للسلالات، اللي هو اغلاق مراكز التلقيح، اغلاق تجربه التلقيح، هذا هو الاجراء الواحد. ما عندكمش الشجاعه، حتى شي واحد فيكم ما عنده الشجاعه باش يدير، حتى شي واحد. اذا من انت كتخرج كتكذب كاينين اخطار اخرى، لان علاش اليوم حنايا هكذا واحدين في هذا الوباء وقعوا هذه المسائل كامله وكاين واحد الجهل. المهم واخا حنا رقمنا بواحد المجهود كبير بالتنوير والتوعيه ديال المواطنين، ولكن اش تلاقينا؟ لقينا كاينه واحد الازمه، ازمه ديال الهيجيان، ازمه ديال حفظ الصحه، ازمه ديال المراقبه الصحيه. وهذا الشيء ديال ازمه المراقبه الصحيه كانت جات في تقارير ديال دريس جطو، خرج تقارير على المواد المسرطنه اللي كتوجد في الشاي، في الخضر والفواكه، في الحليب، في اللحوم. هادو تقارير محطوطين منزلين اللي كيمشيو في نفس الاتجاه ديال الاهمال ديال الاستهتار بالصحه والكرامه ديال المواطنين في نفس الاتجاه. اليوم اشنو شفنا؟ اليوم شفنا واحد الروينه كبيره عندك اللي عندك اللي مرشحينها تكون العمده ديال الدار البيضاء، رغم دوك الملفات الخانزه كلها اللي عندها، رغم التدبير ديالها الفاسد اللي مندوبيه الصحه بجهه الدار البيضاء. فين غنمشيو ليها؟ غنمشيو ليها للسبيطار الصوفي ولا بوافي، فين كاين ضعف ديال التكفل والاهمال الطبي، الاطباء مصابون بالكورونا وما قادرينش يخدموا، ضعف في الاطر الطبيه، ها الكفاءات فين كنقول ديال الاباده ديال النزيف البشري، اون هيموراجي، جينوسيد ديال الاطر ديالنا كنقتلوا فيهم. علاش؟ من اجل الارباح ديال ماروك فاكس باش دير التجارب ديالها على المغاربه، حيت ما عندهم لا قيمه لا 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 حتى شي حاجه، وما عاطينش راسهم قيمه، لان حتى شي واحد ما داهم، كيمشيو بوحدهم، تيمشيو بوحدهم ويقول لك ما قدرتش، ما عرفتش، ما يمكنش، هادي، كيمشيو بوحدهم. اذا بالنسبه للصوفي تنقول لكم بان كاين نقص في الاطباء، علاش؟ لان الاغلبيه الاطباء مصابين بالكوفيد، السبيطار الصوفي اليوم، وكاين غياب بعدا، ما كاين حتى شي طبيب متخصص في الجهاز التنفسي، ما كاينش، زيرو. فين هما الاطباء ديالنا؟ هاجروا، مشاو للامارات، مشاو لبلجيكا، مشاو لاوروبا، كندا ذلك ما كتدخلهمش، خاصهم ليكيفالونس، خليهم يمشيو. الاطباء الجداد باقي ما وصلوش، باقي واقيلا ما دبروا على شي على شي فوج. هاد الاطباء الجداد اللي غيجيبوا اللي غيتقداو، هادوك تما غنديروا فيهم موضوع، في واحد الموضوع مهم. اذا كاين غياب ديال المختص ديال الجهاز التنفس، كاينين وفيات في السبيطار الصوفي اللي ترماو اللي باتوا على برا، في على برا ما دارهمش في الثلاجات. اذا السبيطار الصوفي بحال المزباله، لان المواطن ما عنده حتى شي كرامه.
السيدة المندوبة مشغولة بالانتخابات، مشغولة بالمفاوضات ديالها على العمودية ديال الدار البيضاء، على حساب مصلحة الشعب. كيفاش وحدة اللي كتجري على المصالح الشخصية ديالها ومخلية المواطنين اللي هي مسؤولة اللي هي ممثلة ديال وزير الصحة في الجهة لا تهمها ولا يهمها المواطنون اللي كيموتوا، يموتوا خاصهم يموتوا. اذا تنقلبوا عليها، تنقلبوا عليها وتنقولوا للمسؤولين اللي مرشحينها واش بالصح، واش بالصح هذيك الخائنه هذه العامله تستاهل تكون عمده على اكبر مدينه بالمغرب. وحنا كنا كنضحكوا على الاخرين انهم خسروا 80 مليار على قبل الجوردان، ها وفاضت الدار البيضاء. وهذه راه كتقتل قتلات عباد الله، هذه راه مخلي عباد الله تيموتوا. كيفاش هذه غادا تسهر على اكبر مدينه في المغرب وتكون مسؤوله عليها؟ قلنا بانها تكون حكومه الكفاءات، الرجل المناسب في المكان المناسب ورط المسؤوليه بالمحاسبه. اذا عفيف من يتكلم على الاجراءات، على تخفيف الاجراءات، تكذيب. الاجراءات والتدابير الاحترازيه، هذا الخبر خرج وزعوا المتوكل. اذا عفيف اليوم كيكذب المتوكل. اذا ماشي غير الاندلسي اللي تيخرج وتيقول بان اللجنه اللا علميه لجنه فاسده وكذابه، ها هما داخل اللجنه العامل الخائن، حيت عفيف هذاك عامل خائن، لانه هذاك هو الممثل ديال الباترونه، هذاك هو المروج، هذاك هو البوق ديال اللقاح، وتلقح كل شيء، تيخرج اليوم وبغى يطير، يسحب راسه بهذا التكذيب، غادي يزيد في الكوطة ديالو، لأن راه واقيلا عنده داخل اللجنة. واش نور راسي اخر نقطه اللي خاصنا نشيروا لها في هذا البث المباشر، وهي ان المغاربه بالتوعيه اللي قدمنا لهم والارشادات والنصائح والمعلومات، ولاو هما قايمين بالواجب وتيدخلوا لك الصفحات. انا غير كنتفرج، ومن بين الصفحات الصفحه ديال تقني جينوم الفار الابراهيمي، وخاصكم تتفرجوا، راه درت شي حاجه في الانستغرام كيفاش داروا ليه المغاربه، كيفاش داروا ليه بخصوص التجارب السريريه. علاش ما دارش التجارب السريريه كيف كنقولوا حنايا على اللقاحات، وقال لهم سيروا شوفوا الدول الاخرى شكون هي الدوله اللي دارت التجارب السريريه، وبان التراخيص ديال اللقاحات كدار غير على ملفات. ممكن دار غير على ملفات، ولكن كاينين اخلاقيات هذيك التراخيص دوك الملفات ما تيقولوش ليك واخا يموتوا الناس خاصك تقتل عباد الله. الاخلاقيات ولا التراخيص على الملفات لا تسقط احترام الاخلاقيات والالتزام بالتوصيات الدوليه والعلميه والطبيه. في الوكاله الاوروبيه والامريكيه خاصك تعرفوا، ما بقاتش غير بالنقره، بقات في النقره على ليكرون، واجي هنا وشوف سيغ تيغان. وغنعطيكم مثال امريكي، عطات الترخيص مثلا الموديرنا، مثلا غنعطيك مثال الموديرنا على ملفات، ومن اللي عطات الموديرنا الترخيص غير بناء على ملفات بلا ما يكونوا عندها تجربه سريريه؟ علاش موديرنا كانت كتقلب على لي بينيفول 1200 دولار؟ علاش؟ وصورت لكم واحد المره، كنت صورت لكم، واقيلا راه عندي مازال في الفوتو ديالي في الفيسبوك، دابا نعاود ننشرها. بغيت غير نفهموا، غادي كنقولها لك انت مباشره، اللي تسحب راسك تسطحهم تقول لهم راه بنقراو وشوفوا اش كيديروا،
تقدر على الوكالة الأمريكية، تقدر على الوكالة الأوروبية. الوكالة الأوروبية ملي قالت لك أسترازينيكا ما كيتعطاش أكثر من 65 سنة، قلت أنتم لا حنا نديروه. علاش نديروه؟ لأن أنتم دايرين تجربة خارج القانون. دوك التراخيص تاع وزير الصحة داكشي غير قانوني، كلشي غير قانوني، كلشي فيه خرق ديال حقوق الإنسان، كلشي داكشي غادي يتابعوكم المنظمات الدولية، كلشي هداكشي اللي درتو. ديروا لهم التجارب وما خلصوكم من بعد غادي يدعيوكم. دايرين كديروا تجارب ما فاهمينهمش، نتوما ما فاهمينش، وانت براسك ما فاهمش اللي طلع لك الجوك بوركو جون اون سي با، اون سي با كومو. التقني ديال الجينوم الفار كيطيح في مغ. جينيتيك، جينيتيك اش درتو بجينيتيك؟ جينيتيك فو نيت با مي فو نيت ميم با كابابل دو سكرينين ديال السلالات. هذاك الفار هذاك الفهم ما عرفت فين كان تمن، يلا فاق، كان ناعس. فاق كيقول لك اللقاحات لا تحمل هذا، لا سير بقى ناعس، سير. سير قابل دوك البروجيات اللي عندك، فرقهم على صحابك اللي يمشيو يمشيو يتعطاو لشي وحدين ما كيستاهلوش. سير بقى حاضي البروجيات، بقى ساد عليك في داك البيرو حاضي البروجيات. كتب عليهم السميات قبل من ليفاليواسيون ديالهم، قبل كتب عليهم السميات ديال شكون اللي غياخذوا. كل واحد كتب لي على البروجي ديالو شحال، وفرق داك البيجي تا وفرقوا عليهم. عاد ديك الساعه ولا ساليتي فرقتي البيجي. علاش جاو الامريكان؟ الامريكان دخلوا غير هكاك. علاش تصنف المغرب بؤرة وبائية؟ علاش؟ علاش؟ مي موديرنا اف دي ا عطاتها الترخيص بناء على ملف، علاش موديرنا منها؟ اذا موديرنا ما كانش خاصها تخسر الفلوس، ما كانش خاصها تقلب على المتطوعين، كل متطوع تعطيه 1200 دولار. فايزر، التجربة ديال فايزر على ديال فايزر وموديرنا على الأطفال، سير شوف شحال خداو الآباء أولياء الأطفال اللي طوعوا، شحال خداو عليها باش داروا التجربة. ومنين داروا التجربة التافه الكسول، منين داروا التجربة خرجوا الدراسة، والدراسة ما زوروهاش، ما كتبوهاش بالقلم الرصاص باش يمسحوا بالقومة كيف كدير نشراس. وقالوا بان لقاو تتبع ديال الاطفال ومازال متبعينهم، ما قالوش لهم وقعوا التزام واللي وقعت ليه شي حاجه يدبر راسه هو مسؤول عليها، لا. وقولوا داك الشيء اللي كيوقع ما بقاتش بنقرا، نقرا على ليكرون ديال لورديناتور. اش لا رياليتي، اش لا رياليتي، وكتبات عليها وداروا الدراسه وخرجوا لقاو التهاب عند الاطفال. هذه هي الدراسة، ملفات اش ملف؟ هذا ظاهر، ظاهر لأنك ما مولفش بالبحث العلمي، داك الشيء علاش كتهضر بالملفات؟ أفضحتي راسك ومازال كتفضح في راسك، كون كنتي مولف بالبحث العلمي ما تهضرش بالملفات، في البحث العلمي ما كنهضرش بالملفات. الملفات هذيك لغة الإدارة، ماشي لغة المختبرات، لغة المعاهد، لغة الجامعات. اللي كتنتحلوا الصفات ديالها. ما غاديش يخسروا، ولقاو لقاو كاين التهاب واعترفوا به وخرجوا وداروا اون كونفيرونس دو بريس واعترفوا. فايزر وموديرنا اعترفوا بان الدراسه السريريه اللي داروا على الاطفال ماشي الملفات المغاربه كيف كذب عليكم وكيف بغى يستحقكم في الفيسبوك. ووصلوا للخلاصه بكل شجاعه ومصداقيه وشفافية بأن غيكتبوا على فايزر وعلى موديرنا بأن تحذير يسبب التهاب القلب. نوض زورو، زورو لومبالاج، منين يجيكم فايزر زورو لومبالاج، حيدوا داك لومبالاج اللي مكتوب فيه الورنين افيرتيسمون، تحذير بأنه كيكوزي الميوكارديت. ما يمكنش لكم تكذبوا، حتى شي واحد ما غادي يكذب على المغاربة. حتى شي يكون اللي بغى يكون، حتى شي واحد ما غادي يكذب على المغاربه. اللهم جمعوا حوايجكم وسيروا في حالكم، والو حتى شي واحد ما غيكذب على المغاربه. واخا انتم بعدا انتم بديتوا كتكذبوا في بعضياتكم، علاش كتكذبوا في بعضياتكم؟ باش تركبوا عاوتاني، باش تعاودوا تركبوا تنزلوا تعاودوا تطلعوا. جامي جامي. اذا الناس كيكذبوا غير على اللي ماتوا بلا ما تكذب على الوكاله الاوروبيه والامريكيه.
انت كذاب غتبقى كذاب، هادو غادي يسمعوك غادي يتابعوك، وانا في بلاصتهم انا جاوبتك، حيت انايا في الواقع في ارض الواقع، انا ما جالس مور اورديناتور وجالس كنطبخ في الكذوب وتنخرج وتنطلق، وهذا الشيء كامل تنقول بان هذا الكذوب كامل وهذا الزوير كامل، المعلومات علميه والترويج للاكاذيب والاشاعات، خاص النيابه العامه، خاص القضاء ينوض يوقف هذا الشيء، خاص القضاء ينوض يوقف هذا الشيء، يدير حد. اكتفي بهذا القدر، استودعكم في امان الله وحفظه، والى بث مباشر قادم ان شاء الله، تصبحون على خير.